السلام عليكم ورحمة الله. انتهى ولم ينتهي. سلام عليك. ايه الكلام الكبير ده؟ ايه يا عم انت فينك من زمان؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ انت عايز ايه؟ انتهى ولم ينتهي صحيح. هو ايه ده اللي انتهى ولم ينتهي؟ انت عايز ايه؟ ببساطة شديدة جدا فعلا ان الحج قد انتهى لكن ذو الحجة لم ينتهي. صحيح عرفة ودعاء عرفة وصيام عرفة انتهى، والحج بالمناسك بتاعته انتهى، لكن ذو الحجة ممتد بشهر محرم. ما تضيعوش من ايدك، امسك فيه بايدك واسنانك، قوم نفض هدومك. انت وقعت مننا ولا ايه؟ اسمع لقوله تعالى في حق هذا الشهر المحرم ذو الحجة. قال تعالى ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. ايوه صحيح، مالك؟ هو الحج فعلا ممكن يكون انتهى، الله عرف انتهى، لكن ذو الحجة ممتد وما زال العمر ممتد. انت لسه عايش بتسمعني، مش انت بتسمعني برضو ولا ايه؟ سامعني؟ شايفني؟ طيب العمر لسه ممتد، انت ليه تقع؟ وعشان عرفات خلص، دعاء عرفه خلص، والحج انتهى، نرجع نقع تاني في الذنوب والمعاصي؟ لا معلش، قوم نفض هدومك، نفض هدومك. انا عارف ان الموضوع صعب شويه، بس قوم نفض هدومك ونفضي هدومك وكملوا الطريق المستقيم الى الله سبحانه وتعالى. اسمع لقوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في حق من اعتمر اول حد، قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. فقالوا اهل العلم هو علامة المبرور ده ايه؟ المبرور ان يأتي بالاركان وان يأتي بالمناسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. لكن الحج المبرور ده يعني يبقى نعرفه ازاي؟ نميزه ازاي؟ قال اهل العلم ان الحج المبرور علامته أن يوفق الله سبحانه وتعالى لطاعة بعد طاعة، تخلص طاعة تبدأ في طاعة. ده مصداق لقوله تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اسمع وصلي على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يا محمد إذا انتهيت من عبادة فانتقل من عبادة إلى عبادة. خلصت الحج ابدأ تاني كمل، يلا صلاتك في صيامك في قرآنك في ذكرك في دعائك في تلاوتك للقرآن في ترك الذنب والمعصية في الإحسان للجار إحسان للوالدين إحسان للزوجة إحسان للأولاد. افعل العبادة والطاعة ولا تمل أبدا من العبادة والطاعة. يعني إن شاء الله مثلا حبيت أذكر نفسي وإياكم بسرعة كده في جزئية مهمة اللي هي إيه؟ إن هو انتهى ولكنه لم ينتهي. السلام عليكم ورحمة الله.